السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا إخواني أخواتي في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. إن شاء الله هذه الطريقة اليوم ستستفيد منها كثيرا. أيضا سأقدم لكم هدية مجانية، هي عبارة عن اشتراك مجاني في موقع يقدم لك خدمة ستستفيد منها، ستربح من اليوتيوب بدون إظهار وجهك بطريقة خرافية لم تشرح من قبل. وإن تم شرحه إخواني لن يقدموا الاستراتيجية التي سأقدمها لك في كيفية الحصول على الاشتراك المجاني بطريقة سهلة وسهلة جدا. أيضا هذه الطريقة قد تكون ممنوعة على اليوتيوب، لذا في هذه الآونة الأخيرة شرحت في فيديوهات سابقة إخواني عن طريقة إنشاء لاندينج بيج احترافية مجانا، وكما تشاهدون تحصلت على إنذار لأنها عبارة عن مخالفة لأن الموقع مدفوع ونحن استغلينا الطريقة بطريقة مجانية، لذا تحصلت على إنذار. لذا ستجدون قناة ثانية خاصة بي احتياطية، في حال تم قفل هذه القناة ستجدون الفيديوهات في القناة الثانية إخواني، أيضا سأقوم بشرح فيها الكثير من الفيديوهات، لا تنسوا الاشتراك فيها. قبل بداية الشرح أرجو الاشتراك في القناة، أيضا إيصال هذا الفيديو إخواني إلى 500 لايك، ودعمنا ببارتاج لهذا الفيديو. وإن وصل هذا الفيديو إخواني إلى 500 لايك سأقوم بشرح أسرار لم تشرح في اليوتيوب، ولن تجد شخص يشرحها، تجد أشخاص يعملون بها لأنها تأتيهم بأموال كثيرة وكثيرة. وكما تعلمون القناة الخاصة بنا هي قناة للمبتدئين بدون رأس مال. أنت عندما تجمع رأس مال ستشتغل بالطرق المدفوعة، وبالتالي تسهل الطريق لكسب الأرباح فقط بوضع إعلانات. نحن هنا سندعم المبتدئون بدون رأس مال. النصيحة الذهبية التي أقدمها لكم أخي أختي، عندما أشرح لكم الفيديوهات وتجدون مصدر ترافيك أقدمه لكم مجانا أو استراتيجية، لا تشتغل بها في يوم واحد وتقول لي أنني لم أحقق منها شيء. يجب عليك مثلا استراتيجية قمت بشرحها العمل بها مثلا كل يوم مرتين أو ثلاثة لمدة أسبوع شهر وستحصل على أرباح. النصيحة الثانية وهي أنك عندما أشرح مثلا منتج أنت لا تعيد تطبيق الاستراتيجية حرفيا، قم بتبديل المنتج، أضف لمسة خاصة بك، الذكاء الخاص بك استعمله في الفيديو عفوا في الاستراتيجية وستشاهد الأرباح. وأيضا لدي الكثير من المتابعين يتواصلون معي إخواني قاموا بتطوير الاستراتيجيات الخاصة بي وكسبوا إخواني في يوم واحد أكثر من 147 دولار، أكثر من 200 دولار. إن شاء الله سأضع هذه الإثباتات في فيديوهات قادمة. هنا نتوجه مباشرة إلى الشرح، وأيضا تابع إلى آخر الفيديو لأن هذا الفيديو إخواني كل شيء مرتبط ببعضه. خذ الفكرة من هذه الاستراتيجية، وأيضا في آخر الفيديو سأشرح لك كيف ستقوم بالاشتراك المجاني في هذا الموقع المشهور. وأيضا لا تبخلوا علينا إخواني بزر لايك و القناة الثانية لكي تشتركوا فيها. هنا نتوجه مباشرة للشرح. هذا الشرح إخواني خطوات بسيطة تقوم بها. أول شيء عندما تجد شرح فيديو يتجاوز 20 دقيقة أو 30 دقيقة إخواني، هذا شرح أنت تستطيع تطبيقها في 5 دقائق، 3 دقائق، 10 دقائق أو أقل. هنا للأشخاص الذين ليس لديهم حساب كليك بانك أو واريور بلس أو ديجي ستور أو جير باست أو أمازون أو أي شيء إخواني من هذه المواقع الكبيرة، تستطيع الاشتغال على مواقع تقدم خدمة وقبول فوري. سأترك لكم مقالة أسفل الفيديو عن برامج ومواقع تقدم نسبة أرباح إذا جلبت زيارات أو إذا جلبت اشتراكات لمواقعها أو لمنتجاتها، سأترك لكم انضموا إليها إخواني. بعدها تتحصلون على رابط الافيليت او رابط المنتجات، تقومون بالترويج لها وتحصلون على الارباح. انا هنا في الشرح اعمل على كليك بانك. هنا في بداية الامر مثلا كليك بانك اخواني يوجد الكثير من المنتجات، ايضا الكاتيجوري. انا عندما اشرح الويت لوس مجال مثلا الصحة واللياقة اخواني، هنا انت تستطيع تغيير الفئة ان كنت تريد العمل مثلا على اي بيزنس اند اي ماركتينج، الفود، الكوكيز، انترنت اند كمبيوتر، الجيم، سبورت، ترافل، كثير كثير من الكاتيجوري اخواني او الفئات تستطيع العمل عليها. نحن فقط للشرح لان
إنقاص الوزن إخواني يحظى بشعبية كبيرة، نقوم باختيار مثلا هذا المنتج في الجرافيتي كما تشاهدون في المرتبة الأولى في متجر كليك بانك. أنا اليوم سأقوم بالتجريب على هذا المنتج. أول شيء لتحصل على الرابط تضغط على بروموت وتحصل على الرابط. نحن ما يهمنا فكرة الاستراتيجية، قلنا أننا سنربح من اليوتيوب بدون إظهار وجهك، بدون احتياجك إلى مشتركين، فقط تقوم بفتح قناة بسيطة جدا، تستطيع فتح آلاف القناة، شرحتها في فيديوهات سابقة. الآن ماذا سنفعل؟ أول شيء عند اختيار المنتج نتوجه إلى هذا الموقع، قمت بشرحه من قبل، ولكن هذا الموقع إخواني موقع قوي جدا، يقوم بعمل فيديوهات إعلانية. هذه الفيديوهات الإعلانية إخواني يجب عليك الاشتراك لمدة عام بأكثر من 234 في العام، يعني بتخفيض في الشهر تستطيع الاشتراك ب 39 دولار، وعندما تشترك لمدة عام يقوم بتخفيض لك المبلغ. نحن لا نحتاج هذا الاشتراك أو هذا الاشتراك، هذا الفري إخواني، ولكن لا تستطيع تحميل فيديو، تستطيع مشاركة رابط الفيديو. رابط هذا الفيديو إخواني فقط تقوم بمشاركته، ولكن لا تستطيع تحميل هذا الفيديو لكي تقوم بوضعه في اليوتيوب. كيف سنفعل ذلك؟ هذا هو أو هذه هي الهدية التي سأقدم لكم، كيف سنقوم بتحميل هذا الفيديو باحترافي بدون لوجو، بدون العلامة المائية الخاصة بالموقع، تقوم بتحميله وبالتالي تقوم بوضعه في اليوتيوب والحصول على زيارات. أيضا سأريك كيف ستحصل على زيارات للفيديو الخاص بك في قناة اليوتيوب، تابع معي، الشرح مفيد مفيد جدا. هنا هذا الموقع كما قلنا لكم موقع مدفوع، سنقوم باستغلاله مجانا. أول شيء فتح حساب بالإيميل واليوزر نيم والباسورد وتفعيل الإيميل، ثم تحصل على هذه الواجهة. هنا تستطيع مشاهدة بعض المعلومات التي يقدمها، أيضا التامبلات، هنا التولز، وهنا الريسورس، فيسبوك كوميونيتي، فيديو ماركتينج بلوج، يعني كل شيء متوفر في هذا الموقع. نحن ما يهمنا هو وهو الضغط على هذا الزر نيو فيديو، ثم تامبلات كما تشاهدون، ثم سنختار إخواني كما قلنا فيديو خاص باليوتيوب. نختار هذه الاختيار خاص بالتويتر والفيسبوك واليوتيوب. بعدها أنت المجال الذي تختار، تريد الجيم تقوم بكتابة مثلا جيم، شاهد مثلا جيم، عفوا، تريد مثلا إخواني أفيليات تضغط على هذه، ستشاهد الكثير من الفيديوهات. تريد الويت لوز أو أي مجال، مثلا هنا الويت لوز، ستجد فيديوهات، تستطيع تحديد مثلا هذا الخيار خاص باليوتيوب هنا كما تشاهدون. أيضا هنا مثلا سنعمل على الفري، لأن بريميوم يعني متعاقد مع مواقع قوية مثل موقع خاص ببيع الصور، نحن لا نحتاج شراء أي صور، كل شيء مجاني. مثلا سأختار أي فيديو، هذا الفيديو كما تشاهدون 13، وهنا 15، فيديو صغير جدا إخواني، يعني فيديو إعلاني. هنا هذا الفيديو، هذا البست، هنا سأختار فيديو جيد مثلا، هنا إخواني سأختار مثلا هذا الفيديو، أضغط عليه، بعدها أضغط على Edit Template. أننا سنقوم ب جيد، تستطيع السحب من هنا إلى أن يصل إلى 15 دقيقة. كيف سأفعل إخواني؟ من أين سأتي بالكلمات الدعائية أو إنشاء فيديو احترافي؟ شاهد هنا إخواني اللوجو الذي سيظهر، سنقوم بحذفه بطريقة احترافية. هذه الهدية الخاصة لمتابعي القناة. هنا أتوجه مباشرة، مثلا أنا مجال إنقاص الوزن، أتوجه إلى جوجل وأقوم بكتابة Secret Setup to Lose Weight، يعني أسرار إنقاص الوزن. ستجد مقالات لمواقع عالمية مثل هذا الموقع إخواني، من أقوى المواقع هيلث لاين كما تشاهدون، يقدم لك المصداقية الكبيرة، وأيضا الزيارة تصل فيه، سنشاهد عدد الزيارات إلى 292 مليون زيارة شهرية إخواني، يعني موثوق جدا جدا. ماذا سنفعل هنا؟ يقول لك 26 نصيحة لإنقاص الوزن، تستطيع ترجمتها على الأدلة بالفعل كما تشاهدون. نحن سنقوم بنسخ هذه الجملة فقط،
ونتوجه إلى أحد النوت باد مثلا أونلاين. هذه الجاست باست فهو موقع مجاني، سأقوم بكتابة فقط إخواني كأنه النوت باد، تستطيع استخدام الخاصة بالحاسوب. هنا مثلا أقوم بكتابة هذا العنوان هنا وأضغط على مثلا بي، أقوم بالنزول هنا واختيار نقاط أو عناوين خاصة بهذه المقالة السكري مثلا. هنا نقوم بترجمتها، أشرب الماء خاصة قبل وجبات الطعام، أقوم بأخذها كوبي، أتوجه إلى هنا أضغط كنترول في ثم أقوم بالنزول. هكذا إخواني أقوم باختيار مثلا 3 نصائح، شاهد جيدا، أقدم شيء احترافي. أيضا هنا مثلا النصيحة الثالثة كوبي، أقوم بوضعها. أيضا النصيحة الرابعة كوبي، أقوم بوضعها. أكتفي، أنت تستطيع إضافة 5 6 نصائح. بعدها إخواني تتوجه إلى جوجل تراديكسيو. إخواني ماذا ستفعل؟ ستقوم بكتابة شيء الأكشن إخواني، شيء مثل هذا الشيء مثلا، اضغط على الرابط في الوصف لمشاهدة أفضل السلال إنقاص الوزن. هنا أقوم بنسخها، هذا هو الذي سيأتي لنا بالضغط على رابط الأفلييت الخاص بنا. أقوم بنسخها، أنت تقوم بكتابة أي شيء ليس حرفيا مثل هذه الجملة، فقط للشرح أعود هنا أقوم بوضعها كنترول في جي. ماذا سنفعل الآن؟ نأتي إلى الموقع، عفوا إلى الموقع الخاص بنا والفيديو، ونقوم بالتعديل على هذا الفيديو إخواني. أول شيء مثلا هنا أقوم بحذف هذه، وأقوم بوضع العنوان الأول مثلا، هذا هو العنوان الخاص بالنصائح المفيدة بالأدلة لإنقاص الوزن، أقوم بوضعها في الواجهة هنا. جيد، أستطيع التغيير هنا لكي نقوم بالتعديل، تضغط هنا على الكولر، تستطيع وضع أي لون تريد مثلا هذا اللون، هذا اللون، أو هذا اللون، أو هذا اللون إخواني. هذا يوجد الكثير من الألوان، أنت حر في اختيار اللون الذي تريد. مثلا أنا سأترك هذا اللون، أظنه جيد. أيضا أستطيع تغيير الحجم مثلا 172، جيد، شاهد. أعتذر إخواني. وهنا أيضا سليد، يعني إخواني كيف سيظهر الأنيميشن مثلا، هنا شاهد كيف سيظهر، أو بهذه الطريقة أظنها جيدة. تستطيع اختيار السيركل هنا، هذه الطريقة نحن سنختار مثلا أحسن طريقة أظنها هذه طريقة جيدة. أيضا تستطيع إضافة أي شيء هنا، تغيير الكتابة كما تشاهدون، أي كتابة تريد، شاهد أي كتابة تريد تستطيع اختيارها، أظنها جيدة. بعدها أتوجه إلى الثانية، وهنا كما تشاهدون الصورة الثانية. ماذا سأقوم؟ سأقوم بكتابة العنوان الأول الذي أخذناه، كوبي العنوان الأول يعني شرب الماء، أقوم بوضعها بطريقة سهلة هنا، سأقوم بحذف هذه، الضغط مرتين والضغط على كنترول في، لأنك لا تستطيع استخدام الزرار الفأرة. هنا مثلا تستطيع تغيير مثلا 120 أو 120، هنا سأقوم بوضعها جيد. هنا هذه كما تشاهدون أضيف فقط العنوان الثاني، كوبي، أتوجه إلى الصورة الثانية، أستطيع وضعها هنا كنترول في. أيضا أستطيع اختيار مثلا هكذا، أيضا هنا في الصورة الثانية أستطيع الضغط على الأنيميشن مثلا، سأختار جيد. هنا أيضا أضيف العنوان في الصورة الثالثة، طريقة بسيطة إخواني، فقط تستطيع الإبداع فيها. كوبي كنترول في، جيد. هنا فقط أختار مثلا نفس الأنيميشن، يبقى الثالثة هنا، الثالثة سأستغني عليها إخواني، سأقوم بالتوجه مباشرة ووضع
الأكشن هنا إخواني لكي يقوم بالنقر إخواني على الرابط في أسفل الوصف. سأقوم بوضعها هنا Ctrl V، وهنا إخواني أقوم بحذفها، لا أحتاجها. هنا أستطيع التكبير، جيد. هنا أضغط على الأنيميشن مثلا، هنا جيدة. أضيف شيء مهم إخواني، وهو الضغط على هذا الخيار، وأضغط على مثلا سهم، هذا السهم أقوم بسحبه إلى الأسفل. هنا أستطيع تغيير اللون، مثلا سأختار اللون الأصفر. جيد، هنا أيضا أستطيع إضافة مرة أخرى السهم. هنا سأختار اللون، أنا فقط أريك الاستراتيجية، أنت حر في تعديل إخواني. بعدها إخواني تستطيع مشاهدة الفيديو. هنا تستطيع مثلا اختيار اللون الذي تريد. هنا فقط تستطيع مثلا تكبير الكلام، هنا أيضا جيد. هنا كما تشاهدون تستطيع أيضا تعديل المسافة، ولكن يجب عليك أن تقوم بفيديو في 15 ثانية فقط. الآن كيف سنقوم بتحميل هذا الفيديو؟ كما تشاهدون كل شيء جيد، أنزل إلى الأسفل، أضغط على بيبليش، ستشاهدون الفرق إخواني. أضغط على رندر، أنتظر إخواني، سيظهر العداد هنا كما تشاهدون إلى أن يتم التحميل. سأعود إلى كما تشاهدون إخواني، تم تحميل الفيديو ولكن بالرابط فقط. عند الضغط مثلا داونلود، شاهد إخواني يقول لك يجب عليك أن تشترك Upgrade to Creator أو هذا البلان، يعني يجب عليك الاشتراك. هنا أيضا عند الضغط هنا سيخبر لك الموقع أنك يجب عليك دفع 20 أو 39 دولار للشهر. أضغط على Go to Video، شاهد أن الفيديو عفوا الموقع يقدم لك رابط فقط. وعند النزول إلى الأسفل Please download your video please upgrade، يعني يجب عليك الترقية. هنا ماذا سنفعل؟ هذا هو رابط الفيديو، من لديه الرابط إخواني سيشاهد هذا الفيديو. كيف سنقوم بتحميله؟ هنا سأترك لكم هذا الموقع، تقوم فقط بإدخال رابط الفيديو وتنتظر إلى أن يتم تحميل. هنا إخواني مباشرة عندما يتم تحميل الفيديو ستضغط على هذا الخيار، مثلا سنحمل صيغة 720، تضغط وتنتظر إخواني، سيظهر هنا، شاهد هنا في الأسفل يتم تحميل الفيديو مباشرة. أكتياليزي، شاهد هذا هو الفيديو إخواني، شاهد هنا الأكشن، كليك on the link in the description to say the best weight loss secret. هنا لدينا الفيديو. الآن ماذا سنفعل؟ سنتوجه مباشرة إلى قناة يوتيوب إخواني خاصة بنا، تستطيع إنشاء آلاف القناة. هذه القناة أشرح فيها فقط إخواني. ماذا أفعل؟ أضغط مثلا على أبلود فيديو، لا أحتاج مشتركين، لا أحتاج أي شيء، فيديو إعلاني، أنتظر قليلا فقط.
هنا اضغط على سيليكسيوني ذي فيشي او اختيار الملف. هذا هو الفيديو الخاص بنا اخواني، اضغط عليه واضغط على التحميل. هنا ساقوم بكتابة عنوان، انت اختر العنوان الذي يعجبك اخواني. مثلا هنا how to lose fast بسرعة. ايضا مثلا تقوم بإضافة أي عنوان تريده، وهنا تضيف الديسكريبشن الخاص بإنقاص الوزن. تستطيع استخدام موقع رابيد تاكس وتقوم بنسخ أي شيء، ولكن إخواني في هذا مباشرة بعد العنوان تجد ديسكريبشن تقوم بوضع رابط الأفلييت الخاص بك. هنا أتوجه إلى كليك بانك أو أي موقع تعمل عليه، تضغط على بروموت وتختار مثلا، هنا سنقوم بالضغط على تيب ونضغط على جنريتر هوب لينك، ثم نختار الرابط من هنا. الآن نتوجه إلى موقع بيتلي أو أي موقع لاختصار روابط لكي نتابع العملية الخاصة بنا. أضغط على اللينك، هنا أختصر الرابط، أضغط على كوبي. الآن ماذا أفعل؟ أتوجه إلى القناة الخاصة بي، أقوم بوضع رابط المنتج هنا، وهنا سأقوم بنسخ نفس الجملة. هنا مثلا أكشن، جملة لكي تجعل الشخص أو الزبون عندما يشاهد الفيديو بالضغط على الرابط الخاص بك. أقوم بوضعها أيضا هنا كنترول في، وأقوم بالضغط على نقطتين. جيد، هنا كل شيء جيد. تستطيع إضافة أكثر من رابط إخواني هنا لاحتمالية الضغط. بعدها إخواني ماذا ستفعل؟ هنا فقط سأختار هذه الصورة. تستطيع تحميل أي صورة، وهي الجزء الأهم للحصول على مشاهدات للفيديو الخاص بك. أيضا الكلمات المفتاحية، هنا كما تشاهدون تم تحميل الفيديو. تضغط على هذا الاختيار ثم تقوم بالضغط على اوتر اوبسيون لتضيف الكلمات المفتاحية. هنا كلمات مفتاحية خاصة بإنقاص الوزن كما تشاهدون. سأترك لكم موقع رابيد تاكس أو إضافة تاكس تيب بودي شرحتها من قبل، ستنفعك إخواني في تصدر نتائج البحث. ثم أضغط على سويفون، ثم هنا تضغط على سويفون، وهنا مثلا بيبليك، أضغط على بيبليك. تم وضع الفيديو إخواني بنجاح. ماذا أفعل؟ أضغط على كوبي لهذا الرابط. الآن كيف سنأتي بزيارة للفيديو الخاص بنا أو للقناة الخاصة بنا؟ فقط باستخدام موقع كيورا إخواني، أكبر موقع ومن أحسن المواقع. تابع معي جيدا، هذه الطريقة ليست كالطرق التي شرحتها من قبل خاصة بوضع رابط أو أي شيء. سأريك الطريقة الجديدة في كيورا، فموقع كيورا من أكبر المواقع وفي آلاف الطرق إخواني لجلب الترافيك لموقعك أو لمنتج خاص بك. هذه الطريقة أعتقد أنها حصرية، هنا أكثر من 537 مليون زيارة شهرية. كيف سأعمل بهذه الطريقة؟ أول شيء شاهد هذا السؤال: What are white loss types that are actually evidence based؟ هنا قمت بوضع سؤال، وأيضا شاهد هنا في الأسفل إخواني رابط يوتيوب فيديو. عندما نقوم بفتحه نشاهد مباشرة فيديو الخاص بنا كما تشاهدون. هذا هو الفيديو الخاص بنا. جيد، هذا هو الفيديو الخاص بنا كما تشاهدون. كيف قمت بهذه الطريقة؟ أول شيء إخواني ما تحتاجه هنا، تقوم بالضغط مثلا على Add question أو إضافة سؤال أو question بالإنجليزية. ماذا ستفعل؟ قم بكتابة سؤال غير موجود في كيورا. مثلا هنا سنقوم بتغيير السؤال من هنا. أتوجه إلى جوجل ترانزليشن وأقوم بكتابة ما هي الطرق المجانية والسرية لإنقاص الوزن.
هذا هو السؤال. مثلا هذا السؤال أظنه لا يوجد في كيورا، أقوم بوضعه هنا باست، هنا أضغط على أد، وهنا كما تشاهدون ماذا ستفعل إخواني؟ أستطيع إضافة ديسكريبشن. هنا ماذا سنفعل؟ هنا شاهد أنك تستطيع إضافة هذه الأسئلة إلى كل السبيس المهتمة بالمجال. أضغط على الدون هنا، ثم إخواني تختار مثلا هنا أشخاص مهتمين بنفس المجال، أو تضغط مثلا على سبيس تقوم بالإضافة سؤال خاص بك في سبيس. شاهد ماذا سأفعل، قم بإضافته في كل سبيس أيضا هنا. المهم قم بإضافة سؤال خاص بك في كل السبيس أو المجموعات المتواجدة في كيورا. هنا مثلا فيتنس أضيف أيضا هنا، أيضا هنا، هنا، قم بإضافة في كل هذه المجالات أو هذه المجموعات. ثم بعد الانتهاء تستطيع النزول وتفقد كل السبيس. أضغط على الدون. بعدها إخواني ماذا سأفعل؟ هذا هو السؤال الذي أضفناه منذ قليل. أضغط على هذه العلامة ثم أضغط على إيديت، هنا التعديل، وهنا أضيف رابط الفيديو، هنا رابط الفيديو الخاص بي. أضغط على كوبي، أتوجه إلى كيورا، أقوم بإضافته هنا، والضغط على السيف. كما تشاهدون عند التوجه إلى الحساب الخاص بي هنا أجد عدد الأسئلة. أيضا شاهد إخواني رابط يوتيوب، أيضا رابط يوتيوب هنا. عند الضغط هنا على السؤال ستجد أشخاص يقومون بالإجابة، وأيضا أشخاص يشاهدون هذا السؤال ويجدون الفيديو يضغطون عليه مباشرة، يتحولون إلى الفيديو الخاص بي. وأيضا رابط الأفيليت كما تشاهدون هنا، عند الضغط عليه سيتوجه مباشرة إلى رابط الأفلييت الخاص بي، وبالتالي حصول على عملاء. هنا إخواني انتهيت من هذا الشرح. أعتقد أن الفكرة والاستراتيجية واضحة. لا تبخلوا علينا إخواني بالضغط على زر لايك لإيصال هذا الفيديو إلى 500 لايك لتدعموني. أيضا إخواني القناة الثانية سيسجلون رابطها أسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.